إذن مشاهدينا من جديد متواصلون معكم في هذه الفترة الإخبارية في ثاني مواضيعنا للنقاش لنهار اليوم. سنتحدث عن الكميات المتساقطة للأمطار خلال الفترة الماضية وكيف ستعود على الفلاحة، ربما كميات التساقط. وليس هناك أنسب شخص للحديث عن هذا الموضوع من الشيخ فرحات خبير أحوال الطقس والبيئة. صباح الخير شيخ فرحات. صباح الخير فيروز. صباح النور. إذن ما هي يعني شهدت الفترة الأخيرة ربما هذا الأسبوع تساقط كثيف للأمطار على عدة ولايات من الوطن؟ يعني بداية لديك أرقام يعني عن كميات التساقط. نعم، أمطار كانت على كل حال في الخريف كانت ناقصة، وفصل ديسمبر جانفي فيفري بداية فبراير كانت ناقصة، والحمد لله ربي ما فيه غير الخير. كميات معتبرة لقيناها خلال الأسبوع الماضي، كميات وين في بعض الأحيان كانت كميات نقدر نقولوا اللي واش يصب في نصف السنة صب في ظرف 3 أيام 4 أيام. بعض الأماكن خاصة ما بين ولاية بجاية وولاية جيجل وجبال البابور منطقة خراطة، كل هذه المناطق حرفت كميات اللي فاتت 250 إلى 300 ملم، حتى خلات بعد الودان فاضوا. هنا كذلك في ولاية بومرداس بعد الودان اللي عندنا بزاف ما شفناهمش، ما يقولك دي بوردا، وهذه الخطرة فاتوه. كذلك الكمية اللي خداتها السدود تاعنا السدود بسبب المثال سد بني هارون راهم معمر على 100%، حتى داروا بعد دي لاشي تاع الماء شفناهم عبر الشاشه تاع التلفزيون. هذا راجع للكميات اللي سقطت، وايضا خاصه في الولايات الشرقيه وايضا الوسطى. وهذا لانها الفلاحين يتكلموا باللي كاين بزاف اللي ماهمش يعرفوش الفلاحه، يقول لك باللي خلاص الحمد لله هذه الامطار. لا، ان شاء الله باش الموسم الفلاحي. نعم، نحن بالضبط في شهر مارس، يعني هذه الكميات المتساقطة هل يمكن أن تكون يعني مليحة. هي لديها يعني فوائد على كل المحاصيل الزراعية، يعني ممكن تفاؤل بموسم فلاحي يعني جيد. إن شاء الله إن شاء الله يفوق ذلك. هذا شهر مارس وشهر أفريل تكون فيه بعد الكمية تاع الأمطار، نقدر نقولوا باللي يكون تكون سنة هايلة خاصة على الولايات الشرقية والوسطى. غرب البلاد كانت كمية أمطار ما كماش قوية، من الحمد لله الأيام اللي فاتوا كذلك بعد 10 20 حتى 30 ملم صبت في بعض الأماكن، خاصة ولاية الشلف ولاية التيارت معسكر، وين كانت الكميات ماهيش معتبرة كميات. من إن شاء الله مارس أفريل هذا إن شاء الله تكون فيه كميات باش نقدر نقولوا باللي موسم فلاحي لا باس به، خاصة الولايات الشرقية اللي الكمية اللي كانت فيها. نعم، هناك فيضانات ربما. فيضانات نعم، ولاية جيجل مثلا كي نشوفوا تسقط في ظرف 24 ساعة 100 ملم، 100 رتلة تاع ماء في المتر مربع، 100 لتر ومتر كاري، حب يقول كميات لا باس. بلوعات ما تقدرش تبلع هذه الكميات، وكذلك بعد الودان اللي فاضوا لأنها الكميات كانت معتبرة، وخاصة صبت على مستوى الجبال والثلوج. نعم، عرفتها بعد المناطق تاع جبال الورسنيس الأطلس البوليدي جرجرة جبال بابور كذلك جبال الأوراس، وين خلى المستويات تاع السدود كما نلاحظوا هذه السدود طلع بنسبة لا بأس بها، كما هنا قدارة في ولاية بومرداس تقسمت اللي في تيزي وزو، لأنها كان على مستوى ما كان فيه حتى قطرة عمى. بعد الحمد لله راهم عمرنا تجاوزنا هاجس الجفاف. وي بيان سور، خلاص ما نكذبوش على الجفاف، لأن تقسمته في 41% اللي كان واقل 2 إلى 3%، وكان عمر. وخلي السدود تاع ولاية جيجل اللي واقل تقسم حوالي 6 سدود، الحمد لله نقدر نقول راهي معمرة 100%، جاية كذلك الحمد لله. نقدر نقولوا هذا المنطقة إن شاء الله برك مارس هذه أفريل جيما وجي ما تجيش كما اللي جات، بصح تكون بعد الأمطار 10 20 50 حتى 100 ملم متفرقة بظرف زمني تاع 10 ولا 15 يوم،
نقدر نقولوا بلي موسم فلاحي يكون لاباس ان شاء الله، ويكون حتى في فصل الربيع كما لازم الحال، لانها الطبيعه كذلك لازم لها. وفيما يخص النيفو تاع تاع البيير تاع الناب تاع البيير، طلعت مع هذا الامطار اللي سقطت، لانها الارض عندما شبعت ماء ومن طون تاليمونتي لا ناب للناب فرياتيك تاع المناطق الشماليه وخاصه الشرقيه اللي كانت حافطه شويه وعلى منطقه الميتيجه. نعم، على المدى القريب ربما هل نتوقع امطار؟ نعم ان شاء الله الايام المقبله، يعني ان شاء الله رمضان على حسب التنبؤات ان شاء الله نلتقي بعد الامطار يوم الجمعه ان شاء الله، يصحى شويه الحال السبت الحد كاينه عوده الامطار، وكاين الامطار ان شاء الله في شهر درجة رمضان. درجه الحراره خلال درجه الحراره تكون في المعدل الفصلي تاعها، لانها في شهر جانفي عرفنا حراره كانت مرتفعه، المعدل الفصلي لحقت حتى ل 27 28 درجه على عده مدن شماليه وبالاخص الغربيه والوسطى، والحمد لله دوك رانا ما بين 16 15 16 درجه على المناطق الشعبيه، نقدر نقول هذه الخطره فيما يخص درجه الحراره في المعدل الفصلي. الجنوب راهي في المعدل الفصلي، صبت بعد الكميه تاع الامطار على بعد المناطق تاع ولايه غردايه وولايه الواد وايضا ولايه ورقله، كميات تاع جنوب على كل حال ما نقدرش نقولوا باللي صبت ناقصه بصحة الحمد لله. عم شيخ فرحات، ربما المناطق التي شهدت هذه المره فيضانات يعني كميات تساقط كثيفه يعني خلال الفتره المقبله او بالمزيد من التساقط، هل هناك سيكون خطوره على هذه المناطق بزياده التساقط؟ نعم شوفي دوك يجب اجراءات خاصه. نعم شفت انا كما مدينه تيجل بعد الاحياء، الاحياء بتشوفي فيضانات في الاحياء، عارفه باللي بالوعات مسدودين ما لقاش داروا الثويل باش المياه هذيك تصب الامطار تروح، وجيجل لهذيك المنطقه من بجايه حتى تقرب العنابه حتى للطرف، هذه المنطقه الساحليه تاع البحر الابيض المتوسط من المناطق اللي تسقط فيها الامطار اكثر امطار على مستوى كل مدن تاع البحر الابيض المتوسط. كميه لاباس تعرفها حتى بعد المعدل السنوي في هذه المناطق تلحق الالف مليمتر. الله حب يقول كي تجي فتره وين تكون كميه تاع 200 250 مليمتر في ظرف اسبوع تقدر دير خساره. دوكا لو كان بنادم تكون الصيانه تكون النظافه تكون، فهمتي كيفاش؟ سورتو المناطق في المدن، في المدن الدم اللي لازم تكون في الطبيعه، الطبيعه هي دير التاويل، دير التاويل روحها الودان يعاودوا كما قلت لك العناصر يعاودوا يحياوا كل شيء، بصح في المدن راهي الكودروناج والبيطوناج هذاك الماء وين يروح؟ وكما يسمش البلوعات يسويهم مش منظفين يحب يقول يفيضوا، ما حد يدير خسائر كما شفنا في الصور على منطقه جيجل وايضا بعد الولايات في شرق البلاد كذلك وحتى في بجايه وهنا في ولاية بومرتاس كذلك والبويرة. نعم، ربما أعود كسؤال أخير عن شهر رمضان، يعني الأجواء ستكون منعشة إن شاء الله إن شاء الله، لن تشهد ربما ارتفاعات كبيرة في درجة الحرارة؟ إن شاء الله، كما العام اللي فات كانت كما أقول لك الموسم الفلاحي صوفا في خاصة مارس أفريل، هذا العام إن شاء الله كذلك نكون عندنا موسم فلاحي هائل فيما يخص المنتوج، فيما يخص نوعية، فيما يخص حتى نظافة الطبيعة وأيضا الطبيعة اللي تعاود تحيا، وإن شاء الله مستوى تاع السدود تاعنا تكون في المستوى وأيضا لناب برك. إذا أمطار خير كانت أمطار نصائح للناس، ماهوش كي صبت هذه الأمطار نبداوهم بالدرو في الماء، لابد نستحفظوا عليها، هذه مادة كما يقول لك كريمة، مادة اللي نسحقوها يومين نسحقوها كفصل الصيف في فصل الشتاء، لابد نستحفظوا عليها، لابد الجزائر تكون عندها ديك الثقافة الماء، وإن شاء الله بلدنا وفرت كاع الإمكانيات تشوفي السدود وتحليل المياه تاع البحر، لأنها رايحين ديسالمون دو دمير إن شاء الله خاصة الولايات الساحلية. نعم، شكرا جزيلا لك. شكرا. شيخ فرحات. شكرا. الخبير في أحوال الطقس والبيئة. مشاهدينا شكرا لكم على كرم المتابعة، إلى اللقاء.